واش واش اخوتي السلام عليكم. هاني ليا بخير كلشي مزيان السيمور مشي عندكم الجديد ديما ديما اليوم الاولى عادي بصح ان شاء الله. عرفتي دابا حنا حنا فين انتوما غتشوفوا الاولى عادي بصح ها انتوما عادت شي حاجه زايده زايده غادي نوريكم واحد باش تعرفوا حنا فين. لا داك ها انتوما شوفوا البلايك غتعرفوا حنا فين. قراو هنايا حديقة الحيوانات. واش الخوت مدي السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد. ها هو معنا الاخ يونس اليوم غا ان شاء الله الدراري اليوم غتفوزوا معنا ان شاء الله في الحديقه الحديقه وغادي تشوفوا السبوعه ونمو داك قوه السبوعه. المهم ان شاء الله غنوريكم الحديقه كي دايره هنا في مدينه الرباط. غادي يكون ان شاء الله واحد الفيديو سبيسيال غادي تشوفوا الحيوانات بجميع انواعها وبجميع الوانها زرافه سبوعه نموره حمام دجاج كلاب كلشي ان شاء الله غتشوفوا في هذا الفيديو. خليكم معنا حلوشة ضروري خليو معكم خليوكم معنا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو غادي يعجبكم ديال بصح ديال بصح غادي تفوجوا في هذا الفيديو ديال بصح. جينا اصلا حنا باش نديرو لكم فيديو باش نحطوه في لاشين يوتيوب ومن هنا التفويجه اليوم الحد ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. بقاو معنا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا شنو كاين. شوفوا شوفوا دابا هنايا شنو كاين. ما قرو هذا ما تمنى قرو هذا شطانزي لا ماشي شطانزي شطانزي شي كون كبير انت تشوف ديالو يكون كتبينا في شي بلاصه ممكن. ها هو البابون 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 ويا الله شي يقصك. دير اليوم ديك اللعبه ديال الكروسفيت زال دابا هو الحيوان الثالث اللي شفنا ياك يونس. فين يونس؟ خويا مرحبا بكم الدراري في الحديقه. كما كتشوفوا معنا الشمبانزي كاين نفس الانواع ديال سميتو البابون. البابون البابون ماشي الشمبانزي الشمبانزي راه من العيا ماشي ما دايرينوش كدا هذا ما عرفتش هنا كاين هو نيت ديال فوكو. واو شاري هنا مجبات وما عرفتيش غير تيفليو لبعضيات هما صح. شو واحد كيتيدير شو واحد كيتيدير ويلي ويلي ديكور واعر اخي يونس. ضرب ضرب لي خونا لعب الكروسفيت خونا طلع للفوق كاع ما ينقص زعما يتلاح على شي واحد مني شي قناني الا حياته كامله ما دارهاش حتى جينا حنا خاصني 50 درهم. كيما كتشوفوا هنايا الحمار الوحشي دايرين معاه حتى الضبي نزوميو ليكم شويه. سيمو الخريطه اخويا واحد دقيقه خذ هيا في جيبي والله الا قريب. شو الفرق اللي دايرين بيناتنا حيد ما عرفتيش الا مشيتش الخريطه راه غتلف هنا والله الا غتلف هادشي راه بان ليا كبير ماشي تقاداش. انا يلاه بدينا وضربنا كيلومتر هاو عاوتاني واخا بعادين نحاول نزوم باش نقرب اشكال كاينين انواع بزاف. ها هذا غزال الدوركاس تقلبت عليه البارح ويلي ماشي داك التور الاخر ولكن التور شنو سميتو هذا غزال الدوركاس والتور شنو سميتو دابا حنا كنهضروا على هذا غزال الدوركاس انت شفتيه شنو قلبتيه لا صاحبي راه شفتو البارح حتى بحثت عليه هنايا شنو الاخر شنو سميتو هذا كيما قال السخيون سميتو غزال الدوركاس اللي هو كيكون الوزن ديالو من 25 كيلو. تبارك الله كيفاش 25 كيلو سيمو ماشي شنو هو 25؟ هذا يعني الوزن واحد 15 لا شوية هذا وقال ماشي غزال الدوركا لا ماشي هو هذا غزال الدوركا الصغير هذا راه كبير صح. هنا راه مخلط هذا هو اللي شفنا قبيلات مع الحمار الوحشي صح. راه هو مخشي مع الحمار الوحشي لا انتم هو قريب لينا ماشي شويه يضربك ذاك القرنه خيوز يونس يلاه نمشيو من الليها عرفتي علاش؟ الفيلم الافريقي يلاه نمشيو من الليها حيت من هنا ما كيتيبانش ما كاينش تما الفيلا خيتي راه هو تيبان من الليها واقيلا صح.
شنو هذاك النمير؟ النمير المرقب تيبا. اش دابا حنا جايين نشوفوك وانت مازال مكسل اصاحبي؟ وفيق معنا اصاحبي وفيق معنا تا عاد جاك الناس. انا بس انا مخصي 50 درهم. اصبح الخير دايرين واحد هذا عاش الديمو في الغابه. شوف هذا ما تشدوش الكوبرو هذا ولا ماكش هذا تا واخا راه زعما هذا القلاق ولا حلق سلقه كامل خدام فابور القلاق. ها انتم تشوفوا القلاق عاوتاني شنو هذا الصخر الحوام ها اللي تيخرج لكم على الحمامه الدراري ها هو عمك هذا خصو يتزوم هذا وي وي ما شفتش هذا الشيء ديال الحمامه خيونت وي والله هذا هو الشاهين واش بدا خيز دابا شي سامع طال القلب ديرين واحد وقال لها هو ويلي هذا قريب كاع تبارك الله قداش ما يمكن تهرب عنه طير اصاحبي هذا راه الطير الحر لبس الحر هذا بلوز فاريابل هذا الشاهين شوف فين طالع واحد اللي كان تيبان هنا مزيان قاعد هاي نشوف من ده ما عرفش فين هرب راه هو فين واقف دايرين جوج هانتوما هذا انا نقص واحد الصخر الحوام طيور فصيلات تغذية تحضين اليوم مدة 25 حياة غير مهدد غير تهددني شو هو تيعطي على الحمام قتلة وغير تهدد سمع سمع الصوت سمع ما عرفتش عجبني هذا ما بغيتش نتحرك من حداه شو القلق راه هو الفوق منه توكل ولاده حيت راه دايرين ليه الشبيك ما عنده هذا فين يخرج راه القلق طاير هادشي حاجه وعلى الله شوما جمجمه ديال الفيل تبارك الله دابا باينه شي فيل كان مات هنا ودارو ليها هذا الفيل عاوتاني نشوفو شي مزيان ولا لا دايرين جوج دايرين تكرون سوا غير جوج هي تتلقم بحال تاكل السوم ولا حاجه وهي تريسبيري افريقيا قولي كل وحده شكل تاكل بالفرشه كل وحده في شكل وتدي لكم الاخرى الاخرى الهنديه تتلقم الهندية هي الكحلة الهندية هي الكحلة هي الكحلة اللي من اللي هي هذيك إفريقية هذي اللي هزت خرطوم ديالها إفريقية كاينين هنا زوج زوج ديال الأنواع كاينة الهندية هي اللي على اليمن وكاينة الإفريقية هي اللي على اليسر وكل وحدة مجدة والأخرى معها مجدة ومعها الله يلوى على هذي ومولفين مع بعضياتهم سبحان الله الله تاهما فيهم الافارقه وفيهم وكما تشوفوا عاوتاني ها الزرافه كاين منها بزايد كاع اجي جي لهنا نصور اجي شوف اجي شوف هذا الاخر ديال الاخر الاول كاع ديال المشد جديد الزرافه محيها اخي يونس انا نقراو دابا الاخر ديالها غادي نشوفو دابا هذه الزرافه ها هي الزرافه ديالها الزرافه في الاستديوهات فصيله حتى بالحوته اللي درت البارح غرام ما بين 950 غرام حتى 1000 غرام
1100 فيها طانو طانو 100 كيلو طانو 100 كيلو تضرب البروتين بزاف. واش ما ديك البلاصه القصريه هذيك والله ما عرفتش ديك البلاصه كانت الظلم ما شفتها ولا ديك الشبكه والله على موش انا كنت معاها تصوب مني زرافه انا كتجي وعتجي هنا تاكلك هانتوما كما كتشوفوا هنا كاين اسد اطلس واحد القرن اذا واحد القرن فينا هو هذا القلقة وعايش هنايا كاين القلق بزايد كاين شنو غرابرا كاين البط هانتوما شوفوا الدنيا كي دايره هنا ما عرفتش شنو ما تسخاش خرج راه الزرافه فينا هي تتبان لك احداك هاهو اسد اطلس غادي تشوف هاد القدني عامر هنا ديال الصباح انا غادي نشوف شي راه ما فين مجبدين لا بو لا باش هاوي إيس شو صورني معه كيلو كم من أسد في الصور راه قدر واحد ليش بعد أسد الحرة صح الفاعل خصوصي راهم ثلاثة راهم ثلاثة كاين اللي هي كاع ثلاثة سبوع ثلاثة نمر وثلاثة راه ثلاثة د لا وأس وجوج دابا كل سبع يدير لي سمية عشان مسمية ضروري وهي صغار هذوك راه ماشي سبع كبير سبوعة صغار واش راه بحال تتفرج التلفازة بحال تتفرج وين دير تصور السيما جي تشوف سيما واو دابا درنا في جهه اخرى من جهه السبوعة ولاو تيبانو قرابين هلا بواش هاي والله الا كتبان حدايا هادشي راه ما نزوميش انا عاد نزومي ليكم هاهي ها وحده اخرى عايش الحياة غنشوفو باش تشوفو عاوتاني السيستام ديالها هنايا فصيغة الثدييات الحجم الوزن التغذية لا شي سمينهم اصاحبي هنا راه تيبخا يبانو ليكم قراب راه دايرين ليهم هنا واحد الحفرة راه ما يقدش يقربو شو واحد الحفرة قداش راه بعادين يعني راه هاكا شوف هاد الزجاج قريب ها هو من الفرق ديالو شتي غنحاول نحيد الزوم ها هو دابا شي بان دابا عادي بلا زوم بلا والو ها هو الاخ يونس نتوما اخوت حنا ما نلعبو وما خايفينش منا حيت كاين الزجاج علق يونس صافي خرج كاين كاين ان شاء الله اليوم زوينه قضيه اصلا الحديقه خاوة قليل اللي تيجي ليها سميتو ليمور ياك ليمور هذا راه كلشي غيعرفو تيديرو في مكياج بزاف ديري ليه الماء هنا باش ما يقربش لحدا بنادم باش بنادم ما يقربش ليه راه بنادم لا ما يخليش على خاطر ها هو فين القلوزه غنوريكم حتى هو السيستم ديالو ها هما كاسبين هنا فئه الثدييات فصيلة الحجم كلشي ديالو باش تعرفوا نتوما على الحيوانات والانواع ديالها راه الغزال فينا هو داك اللي كنا وريناكم قبيلاش راهو اجي جي هو واحد القرنه يونس ابيزو في موسى هاد البلاصه ديريك ترا تخرجنا لواحد القرن غنوريكم راه كاين بزاف واحد القرن ابيض حيت الاخر منقارض الاخر واقع ما بقاش كاين غير الابيض ها هو في مجبد مسكين قاره الشمس حاول نصور انا من الظل ها هو فين جالس كاينين ثلاثة ما دايرينش بزاف دايرين ثلاثة منو
شاء الله دابا نخليكم عاوتاني مع شي حيوان اخر. حنا مازال انت نتسركلو دابا بيت ما نوصلو شي حيوان اخرى، مازال ما شفناش حيوانات ودايرين معنا الخريطه هي في الجيب وما شفناهاش كاع. اش ماشيش فين ما تضوم شي بلاصه تلقى دوره اخرى. خريطه عندك يا يونس؟ او الدري حتى هو معايا اللي بغى يدخل عنده يتابونا ليه في لاشين ديالو نخليها لكم في الديسكريبسيون. اول شيء هو تيدير داكشي ديال الحيوانات واللعيبات اللي خاصو شي هو مازال تيحشم. دخلوا الدري فين يا خريطه عندك؟ طيح هاي هادي اللي ضاعت الدري تلفنا. ضاعت مشينا تلفنا واخا كاين السيكوريتي هنا. شفتك انت تجلس صانوض صح؟ هو من هنا كيبان قريب كاين واحد سميتو حسامي. ما حسامي سميه وكنيه حسامي ولا حسامي ما مسخناش والله الا سمي الاخر سميتها ما هو هذا سميتو ما ملاد ما طاقيو ما عايش في الازدهار. هذا ليون بلون اسد ابيض سكناه. كاين واحد هو اللي كاين هنا هو اللي دايرين كاين واحد واحد في البلونكاس واحد مخزي مشبح ليا مع راسي تيشوف الكاميرا تيشوف الفريسه تقول دابا كون حكمت مشبح مع راسي. هو الاسد الابيض هادو لي زانفورماسيون ديالو تا هو شوف قريبا بحال الشكل ديال الاخر هذاك الشكل هذا ابيض. اللي هنا فين غادي تهرب؟ اجي 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 حصلتي. هرب 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 هرب. شو سميت هذا؟ والله ما عرفت. انت تلقى كتبين لي الفورماسيون ديالو شي بلاصه. علقت هو. اجي لهنا اجي لهنا. او صافي هذا جاي يمشي لوحده وحده ما عرفت شنو هو هذا عاوتاني. الرياضه ديال الحان. راهو علاق. شنو هذاك؟ هذاك ابن اوا واقيلا والله شنو هو؟ ابن ابا شنو هو؟ اجي لهنا بان اصاحبي. فين هو؟ راهو فين مخبي. ابن اوا ما شاء الله صايب. ابن اوا. راه ما عرفتيش شنو ما كنتش غنصورو ما عرفتيش راه الريحه كريهه ديال بصح. هو فين مخشي واش يبان ليكم ولا لا؟ هو كامل ناس سما مسواق في العالم. هو هذا سميتو ابو عدس ليزانفورماسيون ديالو. هو عاوتاني راه الحمامة الله هاد القصيرة ديال أنواع الغزال لا لا كاين بزاف د الفصائل. الحمام عايش هنا ديال بصح. هذا شي واحد النوع ديال القرودة سميتو المكاك البربري. فين هو؟ هو فين ديال بصح. الله صافي عايش. واو واو قاعد تلقى مجموع هنا كاع الحمام اللي تيمشي في المطالق مجموع في هاد الجبل هذا. شوف شوف تبارك الله شحال ديال الحمام هنا ولا الجبل كامل عامر. شوف شنو من جهه اخرى كاع الحمام اللي تيمشي في الكورسه تلقى طايح هنايا. انتوما هذا واحد الحيوان اخر الايل البربري. هو ها هو هو هذا قريب. راه هو عاوتاني هذا عنده البرون. ها هو شنو سميت هذا القط؟ رومينجر الاصلع. فين جات القط ولا شنو؟ خرج خرج اصاحبي. ها وحده فيها زينه. والله ما شفتهم بالله ما شفتهم كاع. سبحان الله دايرين بحال القطوط الزنقه. ولكن هما راه دابا في التاكا هانتوما فين عايشين. هذا هو ابو منزل الاصلع نوع من الطيور. حتى
ماشي طير ياك؟ لا كيزحف. عاد بان لي غير واضح ماشي طير ما هو. واحد الطالة الدراري ما شاء الله سميتو أبو منجل أصلع. الناس اللي مبليين بالحمام ديال الديكور هو التوصيل شوف فين واقف. تكرون شو أنا واقف. شنو التوصيل؟ هذاك البيت؟ هو حمام ديال سميتو التوصيل. راه هو زطوط حداه. لا كيزحف التوصيل ذاك البيت شنو هو؟ حمام سميتو التوصيل أصاحبي. نعود الحمام سميتو التوصيل. هذاك اللي حداه زطوط كما تنقولوا اللي حنا حمام الغاب اللي مربيه الكاروكي هذا اللي كمربيه هذا الكابوني هذا لا واش اسامه جبتش لنا شي سميه انا بات غنحكمك شي حاجه هذا راه الكاروكي الكابوني هذا الدراري قول لي خلصني من لادسنس اخبارك اخبارك راه ساوي هذا ندير تقريبا شي 5000 درهم 3000 درهم والله غير شي درهم 1000 وشي حاجه هذا والله ما تلقاه الدري صاحبي عنده واحد الحال اللي هو الطاق تيهضر راه وصلنا دابا لبلاصة الشمبانزي ها هو ها هو ما كاينش ما خدامش ليه راه واحد في النعاس ها هو نجبدو لكم بالزومة اليوم لحد ما خدامش شوف شنو نديرو لهم هنا أول شيء واجي ولا واجي عندنا صاحبي واجي طالع عليه الدم خونا مقلاق بلي كاين واحد انا ما كيحكي لنا شي واحد من ورا حيت ليه بطيخ من الشجرة واجي واحد صوتور جواب هنا هذا الخلاص كاين واحد الناس سميتو بزاع الابيض وقال هو القلاق لا راه هو معاه ها هو هذا نقدر تشوفوا لي الحلقة هو لا لا خلي صبر صح نخبو كل شيء هنا غزال حمام بط والله اللي كاين الفوية زور تما بالله هذا ما تعرفوش مقصرهم اصلا سيرو سكتنا شدها من راسها شدها من راسها شدها طلع خشا فيديو هذا هو الفلامينغو ومن لا يعرفه هيك يونس انه الفلامينغو انه طائر الفلامينغو شو بالك الله يرزقك كي ديري فلامينغو بيب هنا واش انا الدراري فين دايرين التمساح ولكن راه ما كاينش بزاف دايرين واحد ها هو فين تخطي ها هو ها هو كما كتشوفوا ها وحدة اخرى راه ما تخليها ما بغاش يخرج هما دايرين جوج تماسيح هنا ماشي خدمه هاي يلا حنا وريناكم التمساح وريناكم كل شيء هادي بلاصة ديال فرس النهار لي كانت قبيلات زوار هادي بلاصة